السلام عليكم. في هذا الفيديو غادي نقدم لكم النسخة العربية للمباراة التجريبية في الكيمياء الخاصة بالتحضير للمباراة المشتركة لوجوش كلية الطب والصيدلة برسم سنة 2021 فيزياء وكيمياء. إذا غادي نبداو على بركة الله. إذا التمرين الأول في المعايرة، نريد معايرة حمض الأسكوربيك دي السيغا سي سي ساش ويت سيس والموجود في قرص فيتامين سي. نذيب نصف قرص، دونك نذيب نصف قرص من الفيتامين سي في حوجة المعيار من فئة 100 مليلتر، نحصل على محلول دي بي اش كيساوي 3. نأخذ 10 مليلتر من المحلول اس ونعايره بمحلول مائي لهيدروكسيد البوتاسيوم تركيز هرمولي 10 أس ناقص 2 مول بار لتر. الحجم المضاف للحصول على التكافؤ هو 12 مليلتر. دونك عطيتكم هنا معطيات، دونك غادي تحاولوا ديروا بوز لا فيديو وتفكروا في هاد الاقتراحات شكون هو اللي صحيح. يلا دونك غادي نديروا التصحيح. اقتراح ا، معادلة تفاعل معايرة هي سي 6 اش بي زائد اش 2 او كتعطينا سي سي 6 اش 7 و 6 مو زائد اش 3 بلس، هادي فهي خطأ لأن تفاعل المعايرة تيكون عندنا هنايا يعني تفاعل مع اش او موا، يعني سي 6 اش 8 و 6 زائد اش او موا بطبيعة الحال سهم واحد سي 6 اش 7 و 6 موا زائد اش 2. اقتراح تاني بيكا ا ديال المزاوجة كيساوي تقريبا 5. بون حنا كان عندنا هدف هو حمض ضعيف، دونك عندنا البي اش، دونك لدينا عندنا البي اش ديالو كيساوي 1 على 2 بيكا ا زائد ناقص لوغ ديال السي ا. هاد العلاقة راه شفناها في البطاقة التقنية الخاصة بالمحاليل بالنسبة للأحماض قاعدة. دونك غادي نجبدو هنا بي كا ا هي 2 بي اش زائد لوغ ديال السي ا. بقى لينا دابا نجبدو هاد السي ا، دونك السي ا عندنا علاقة تكافؤ، عندنا السي ا كيساوي سي بي في بي او على في ا. دونك عندنا سي بي هي 10 اس ناقص 2، في بي او هي 12 مليلتر، دونك غنخليوها بالمليلتر لان في ا تا هي في ا هي 10 مليلتر. دونك هادي كتعطينا هي 12 10 اس ناقص 3 مول باغ لتر. دونك من هنا غادي نجبدو بي كا ا، دونك عندنا بي كا ا كتساوي جوج في ثلاثة يعني ستة يعني ستة زائد لوغ ديال سي ا، دونك لوغ ديال سي ا هو لوغ ديال 12، دونك لوغ ديال 12 10 أس ناقص 3. دونك هادي هي ستة زائد لوغ ديال 12 زائد لوغ ديال 10 أس ناقص 3. دونك عطاونا هنايا لوغ ديال 12 هي 1.08، دونك هي ستة زائد 1.08 واللوغ ديال 10 أس ناقص 3 هو ناقص 3. وبالتالي من هنايا عندنا في كا ا فهي كتساوي دونك عندنا 6 ناقص 3 هي 3 زائد 1.08 دونك هي 4.08، وبالتالي فهي تساوي تقريبا 4 وليس 5، وبالتالي هذا الاقتراح فهو خاطئ. بالنسبة لاقتراح سي قال لك عند في بي كتساوي صفر، يعني قبل ما تبدأ المعايرة القاعدة هي النوع المهيمن. دونك عندنا بي اش هو 3 و بي كا ا تقريبا هي 4، وبالتالي بما ان بي اش صغر من بي كا ا فإن
الحين دونك سي سيس اشويت و سيس مو هو اللي مهمين. وبالتالي الاقتراح فهو خاطئ. بالنسبة لاقتراح دي يحتوي قرص واحد على حوالي 425 من الفيتامين سي. احنا ما ننساوش باننا ذوبنا نصف قرص في 100 مليلتر، يعني انه غادي نقلبوا بعد على الكتله ديال نصف قرص ونضربوها في 2. دونك عندنا الكتله كتله نصف قرص، دونك هي نسميوها ام بريم، هي كميه الماده الكتله الموليه. وكميه الماده دونك نكملوا هنا، كميه الماده هي التركيز سي بي في الحجم ديال المحلول فاش ذوبنا هذا القرص اللي هي 100 مليلتر اللي هي 01 لتر. الكتله الموليه عندنا هنا هي 176. دونك سي بي قلنا هي 12 سي ا. دونك هي عندنا سي ا، دونك هي 12 في 10 اس ناقص 3 فصور فصيلة واحد و 176. دونك هادي عندنا هنايا 12 176 راه عطاوها لينا. دونك هنايا 10 اس ناقص 3 فصور فصيلة واحد هي 10 اس ناقص 4. 12 176 دونك هي 2.112 10 اس 3. دونك هادي غتعطينا هي دونك هي 10 اس، دونك 10 اس 3 في 10 اس ناقص 4 هي 10 اس ناقص 1 في 2 فاصله، دونك هي 0 فاصله 2.112 غرام اللي هي 211 فاصله 2 ميلي غرام. وبالتالي حنا كتلة قرص واحد دونك ام كساوي 2 ام بريم. دونك الا ضربنا هذه هي 422.4 ملي غرام، هي تقريبا 425 ملي غرام. وبالتالي الجواب دي فهو صحيح. التمرين الثاني، نريد معايرة كمية من حمض الأسيتيل ساليسيليك اللي هو الاسبرين مرموز له ب اه موجود في قرص من الاسبرين. نذيب قرص اسبرين في ماء مقطر للحصول على محلول اس 0 حجمه في 0 و بي اش ديالو كيساوي 2.8. لناخذ حجما في 1 من المحلول اس 0 الاسبرين محضر سابقا ونعايره بمحلول مائي لهيدروكسيد الصوديوم تركيزه سي بي كيساوي 10 اس ناقص 2 مول بار لتر. دونك الحجم اللازم للحصول على التكافؤ هو 11.2 مللتر. دونك عندكم هنايا هاد المعطيات غتحاولوا تجاوبوا، دونك حاولوا تشوفوا شكون هو الجواب الصحيح بين هاد الأربعة الاقتراحات. غنديروا التصحيح. في المحلول اس زيرو النوع الكيميائي المهم هو اموا. دونك عندنا بي اش هو 2.8 اللي هي صغر من بي كا ا اللي هي 3.6. وبالتالي هنايا فالحمض اه مهيمن، يعني هذا الاقتراح هو خطأ. معادلة تفاعل معايرة هي هذه. دونك بطبيعة الحال خطأ لأنه خاصة تكون بسهم واحد ماشي جوج ديال الأسهم، لأن تفاعل معايرة تفاعل كلي، تفاعل معايرة كل. بالنسبة لاقتراح سي ودي، التركيز ديال المحلول هو إما 0.022 أو 0.45. دونك هنا غادي نخدمو بالعلاقة عند التكافؤ. عندنا سي أ كساوي سي بي في بي أو على في أ. سي بي قلنا هي 10 أس ناقص 2 في 11.2 مقسومة على في أ اللي هي 5. دونك كما كتلاحظو هنايا
عطاكم هذه المساعدة في الحساب اللي هي غير صالحة لنا، انه هذا الحساب هذا نقدر نديرو غير على الورق بسرعة. دونك عندكم 11.2 مقسومة على 5، دونك فيها 2 عطاتنا، دونك هي بيبقى 1، دونك 12 فيها تا هي 2 بيبقاو 2، دونك 24. دونك هادي بتعطينا هي 2.24 10 أس ناقص 2 مول باغ ليتر، وبالتالي فهي تقريبا 0.022 مول باغ ليتر. يعني أن الجواب الصحيح هو دونك الجواب الصحيح هو سي، دونك هذا خطأ. تمرين 3، نريد تحديد النسبة الكتلية من الصودا في محلول تجاري. من أجل ذلك نقوم بتخفيف محلول تجاري 50 مرة فنحصل على محلول مخفف حجمه 1 لتر. نعاير 10 مليلتر من هذا المحلول المخفف بمحلول مائي لحمض الكلوريد HCl دي تركيز سعة كيساوي 10^-1 مول بار لتر. حجم محلول الحمض الكلوريد المضاف للحصول التكافؤ هو 5 مليلتر. دونك عندكم هاد 4 ديال الاقتراحات، شوفوا شكون هو الجواب الصحيح. غنديرو بوز لا فيديو وحاولوا تفكروا فيه شو. دونك غنديرو التصحيح. دونك ما بين الاقتراحين او بي، التركيز المولي للمحلول التجاري هو 5.10^-2 او لا 2.10^-1 او لا حتى واحد فيهم. دونك هنا عندنا المعايرة تاع علاقة التكافؤ، دونك عندنا تنبحثو على السي بي اللي هي سي أ في أ أو على في بي، أو في سي أ دونك عندنا هي 10^-1 فوا في أ أو اللي هي 5 على في بي اللي هي 10، وبالتالي هادي كتعطينا هي 5 10 أس ناقص 2 مول باغ ليتر. هذا التركيز ديال محلول مخفف. حنا بغينا تركيز محلول تجاري، دونك اللي هو سي زيرو كتساوي، دونك قالك بأننا خففنا 50 مرة. 50 مرة يعني سي زيرو على سي بي هي 50، دونك يعني أن سي زيرو كتساوي 50 مرة سي بي اللي هي دونك 50 في 5.10^-2 دونك هادي هي 25، دونك هي 250 10^-2 اللي هي 2.5 مول باغ ليتر. وبالتالي الجواب الصحيح هو 2.5 ماشي 5 ماشي 2.10^-1، دونك هادو جوجهم خطأ. وغادي نحتفظو بهاد القيمة ديال التركيز لأن غنقدرو نحتاجو ليها فيما بعد. ما بين الاقتراحين سي و دي، النسبة الكتلية لهيدروكسيد الصوديوم إما 9% أو لا 11%. دونك عندكم العلاقة اللي كنا درناها في الملخص، عندكم سي زيرو اللي لقينا دابا هي 10 بي فو دي على الكتلة المولية. هنايا بي داكشي اللي كنلقاو هو النسبة مباشرة، يعني لا داعي باش نقسموها على 100، وبالتالي لا داعي باش نضربوها في 100 إلا منين غادي نحسبوها. دونك غادي نحسبو بي هي سي زيرو فو ام على 10 دي. سي زيرو قلنا لقينا هي 2.5، الكتلة المولية عطاونا هي 40 مقسومة على 10 في 1.1، دونك عندنا بي كتساوي عندنا 2.5 في 40 هي 2.5 في 10 في 4، 2.5 في 10 هي 25 في 4 هي 100 مقسومة على 10 في 1.1 على 11، وعندنا 100 على 11 هي 9 تقريبا، دونك تساوي تقريبا 9%. وبالتالي الجواب الصحيح هو سي، دونك هذا صحيح هذا خطأ.
بالنسبة للتمرين الرابع غادي يكون تهم التتبع الزمني. تتفاعل أيونات اليودور إيموا مع أيونات بيروكسو كبريتات S2O2 حسب المعادلة التالية. دونك عند لحظة تلك السوسف نحدد خليطا تفاعليا يحتوي على كمية مادة 10^3 مول من أيونات اليودور وحجم في 2 كتساوي 10 ملل المحلول مائي لبيركسو كبريت الصوديوم تركيزه C2. يبين المنحنى جانبه تطور تقدم تفاعل X بدلالة الزمن. دونك غادي عندكم 4 ديال الاقتراحات، غادي تحاولوا تشوفوا شكون هو الجواب الصحيح. وغنديروا التصحيح. دونك اقتراح A، إذا رفعنا من قيمة درجة الحرارة فإن قيمة X ماكس ستزداد. طبيعة الحال هذا فهو خطأ، لأنه الرفع دونك درجة الحرارة دونك الحرارة تزيد من سرعة التفاعل فقط، فهي تزيد فقط من سرعة التفاعل ولا يعني لا تغير الحالة النهائية. للحصول على تقدم تفاعل X كيساوي 0.15 مول عند لحظة تساوي 10 ديال الدقائق، يعني في هذه اللحظة هذه اللي هي تقريبا هنا كما كتلاحظوا تقريبا 26 ميكرو مول، يمكننا إضافة حفاز. هذا هو كذلك فهو خطأ، لأنه أقصى قيمة ممكن يوصلها تقدم فهي تقريبا 50، كما كتلاحظوا هنا فهي 50 ميكرو مول، وبالتالي هنايا فبحال يعني الحرارة أولا الحفاز فهو غادي يزيد لنا فقط من سرعة التفاعل، يعني السرعة للوصول مثلا إلى الحالة النهائية، ولا استطعنا أننا نوصلوا في هذه اللحظة هذه للحالة النهائية فغادي نوصلوا لأقصى قيمة اللي هي إكس ماكس، فهمنا؟ وبالتالي فما يمكنناش نفوتوا القيمة ديال إكس ماكس، وبالتالي فهاد الاقتراح فهو خاطئ. زمن نصف التفاعل يساوي 5 دقائق. دونك عندنا اكس دونك عندنا اكس ماكس فهي دونك غادي نبحثوا عليها، عندنا ان ديال ايموا مقسومه على جوج، هادي هي اكس ماكس في حاله الا كان ايموا هو متفاعل محيل، دونك هي ان واحد على جوج اللي هي 5 10^3 مول، او لا ان ديال S2O8 دو موا إذا كان هذا هو المتفاعل المحيد، دونك هي C2V2 اللي هي 5 10^3 × 10^3، دونك هذه هي 50 × 10^6 مول اللي هي 50 ميكرو مول، دونك هي اللي عندكم اللي تنايا في المنحنى. وبالتالي ف في تي ان دومي راه اكس كيساوي 25 ميكرو مول، 25 ميكرو مول هي هادي، دونك الزمن الموافق لها تقريبا هو 10 ديال الدقائق، وبالتالي فهاد الاقتراح فهو خاطئ. كمية مادة أيونات S2O2 المتبقية عند اللحظة T كتساوي 20 دقيقة هي 12 ميكرومول. دونك عندنا كمية المادة المتبقية هي كمية المادة البدئية ناقص X، القيمة ديال X في هذه اللحظة دونك عندنا N هنايا حسبناها هي 50 ميكرومول، غنخليوها بالميكرو ناقص لو X هنا تقريبا كيساوي 38، دونك ناقص 38 ميكرومول فهي كتساوي تقريبا 12 الميكرو مول، وبالتالي فهذا الجواب هذا فهو صحيح. التمرين 5، نحضر خليطا بمزج حجم V1 كيساوي 10 ملليلتر من محلول مائي لكلورو مغنيسيوم دي تركيز C1 وحجم V2 محلول كربونات الصوديوم دي تركيز C2، نلاحظ تكون رصيب لكربونات المغنيسيوم حسب هذه المعادلة.
راك نعطي قيمة ثابتة التوازن اللي هي ك، و ان مساعدة جذر مباشرة كيساوي تقريبا 3. عندكم 4 ديال الاقتراحات، حاولوا تفكروا شكون هو الاقتراح الصحيح. تنديروا بوز لا فيديو، حاولوا تفكروا في هذا التمرين. غنديروا صحيح. تعبير خارج التفاعل هو كيو ار كيساوي، دونك نورمالمون كيو ار فهو كيساوي التركيز ديال ام جي سي او 3. التركيز ديالهم بما انه جسم صلب فهو كيساوي، دونك غادي نكتبوها بعدا ام جي سي او 3 دو في الحاله صلبه على ام جي دو بلس مويا فوا سي او 3 دو موان. دونك بما ان هذا جسم صلب فنعطيو التركيز ديالو كيساوي 1 على ام جي دو بلس سي او 3 دو موان، وبالتالي هذا الاقتراح هذا فهو خاطئ. تتطور المجموعة في المنحى المعاكس، دونك باش نعرفو واش المجموعة تطور في المنحى المعاكس أو لا في المنحى المباشر، فخصنا نحسبو خارج التفاعل بت إي ونقارنو مع ك. دونك هذا هو سي إم جي دو بلس سي أو 3 دو موان كتساوي، دونك كما كتلاحظو هادو راه عندهم نفس الحالة، نفس التركيز، نفس كمية المادة. دونك ام جي دو بلس هي سي واحد. ما تنساوش هنا ملي كندخلو ملي كنديرو الخليط راه التركيز يتغير لان الحجم يتغير، وبالتالي شنو هو كاين كمية المادة كتبقى نفسها. دونك هي كمية المادة سي واحد في واحد على الحجم ديال الخليط اللي هو في واحد زائد في اثنان في، كذلك نمشي سي دو في دو على في واحد زائد في اثنان. دونك هادشي كيساوي غادي تعطينا هي في واحد. دونك انا لا داعي باش نديرو تحويل لانه الحجم في واحد مع في واحد زائد في اثنان كيتختز المليليتر، دونك لا داعي باش نديرو شي تحويل. دونك هادي بتعطينا في واحد زائد في اثنان اس اثنان على سي واحد في واحد سي دو في دو كتساوي، دونك هادي هي 10، دونك هادي هي 20 اس اثنان على 0.1 في 10، 0.1 في 10، دونك لتحت هنا واحد، دونك هادي كتعطينا هي 400. عندنا 400 كيو ار اي فهي صغر من ك، بمعنى ان المجموعة تتطور في المنحى المباشر، يعني هذا الاقتراح فهو خاطئ. قيمة خارج التفاعل في الحالة البدئية هي، دونك هذا فهو صحيح، دونك عندنا كيو ار اي كتساوي 400، يلا حسبناها، بالتالي هذا اقتراح صحيح. كما في باس نتأكدوا من الاقتراح الأخير، التركيز الفعلي لأي يوناد الكربونات سي او 3 دو موا عند التوازن هو 0.05 مول بار لتر. دونك عندنا ثابتة عند التوازن فخارج التفاعل وهذا عند التوازن، دونك ام جي دو بلس سي او 3 دو موا. فقط للإشارة هنا، ففي الحالة البدئية هذه ان اي اللي هي اللي بغيت نقولو، المهم عندهم نفس كمية المادة ان اي، ان اي اللي هي سي واحد في واحد لسي دو في دو هي زيرو. في الحالة النهائية عندنا هادي ان اي ناقص اكس اف، راه عندهم كما قلت نفس كمية المادة البدئية، دونك داكشي علاش غنسمي هنا ان اي، هادي كذلك ان اي ناقص اكس اف، وهنا بتكون اكس اف، وبالتالي إلا بغينا نحسبو ك، فالتركيز ديال ام جي دو بلوس هو ان اي ناقص اكس اف على في واحد زائد في اثنان، واللي هو كذلك نفس التركيز ديال سي او 3 دو موان اللي هي كذلك ان اي ناقص اكس اف على في واحد زائد في اثنان، وبالتالي انا في الحاله النهائيه فالتركيزين فهما متساوي، يكفي اننا نعوضو مغوض عطينا سي او 3 دو موان او كاري، ومن هنا غادي نجبدو التركيز ديال سي او 3 دو موان اللي هي 1
على جذر مربع ك. وشنو هي هادي؟ دونك عندنا سي او 3 دو موا في الحالة النهائية طبيعة الحال كيساوي هي واحد على عندنا هادي هي جذر مربع 10 أس 4 اللي هي واحد على 10 أس 2 جذر مربع 10. دونك هادي هي واحد على 3 10 أس ناقص 2 دونك هادي هي 0.33 10 أس ناقص 2 هذه هي دونك 3.3 10 أس ناقص 3 مول باغ ليتر، وبالتالي الاقتراح فهو خاطئ. بالنسبة للتمرين 6 عند درجة الحرارة 37 درجة سيليسيوس قيمة اللعاب قيمة بي اش اللعاب هي 6.85 بون. عند درجة الحرارة دائما 37 درجة سيليسيوس قيمة ثابتة الجودة الأيونية هي 2.14 وعندكم هاد المساعدة. دونك عندكم ربعة ديال الاقتراحات غادي تحاولوا تشوفوا شكون هو الاقتراح الصحيح. دونك غديروا بوز لا فيديو وتحاولوا تجاوبوا عليه. دونك غنديروا التصحيح. عند درجة الحرارة 37 قيمة بي اش الماء الخالص هي 6.85 دونك غادي عندكم بي اش نورمالمون بالنسبة للماء الخالص هو 1/2 بي كاو كيف ما كانت درجة الحرارة. بالتالي بالنسبة لهاد الحالة بي كاو هي دائما ناقص اللوغ ديال كاو اللي هي ان اللوغ ديال كاو دونك هي 13.6 دونك الا قسمناها على 2 تعطينا هي 6.8 وبالتالي فهاد الاقتراح فهو خاطئ. نفس الشيء بالنسبة للاقتراح بي فهو كذلك خاطئ لأن قلنا بي اش فهو كيساوي 6.8 دونك هذا خاطئ. بالنسبة للاقتراح سي اللعاب محلول قاعدي عندنا بي اش ديال المحلول القاعدي اللي هو 6.85 فهو أكبر من 6.8 وبالتالي فاللعاب فهو قاعدي إذا الجواب فهو صحيح. وغادي نتحققو من اقتراح دي. عندما ترتفع درجة حرارة الماء الخالص من 25 درجة سيليسيوس ل 37 درجة فإن تركيز أيونات الهيدروكسيد الصوديوم الهيدروكسيد يتناقص. عندنا في درجة الحرارة 25 بي اش هو 7 دونك هي 10 أس ناقص 7 وفي هاد درجة الحرارة 10 أس ناقص درجة الحرارة 37 فهي 10 أس ناقص 6.8 مول باغ ليتر. كما كتلاحظو هنايا ف اش أو موا في درجة الحرارة 37 فهي أكبر من اش أو موا ديال 25 درجة وبالتالي فهاد الاقتراح هدا فهو خاطئ. التمرين الأخير نعتبر خليطا مكونا من نفس كمية المادة النوح N كتساوي 0.1 مول من حمض البنزويك وأيونات الهيدروكربونات أيونات البنزوات وأيونات CO3 دوموا. دونك الحجم كلي الخليط هو 100 مليلتر. عندنا معادلة التفاعل الحاصل هي هادي. عندكم هاد المساعدات عندكم أربعة ديال الاقتراحات غادي تحاولوا تشوفوا شكون هو الاقتراح الصحيح. غنديرو التصحيح. خارج التفاعل في الحالة البدئية هو صفر يعني كيو ار اي كيساوي صفر. نورمالمون في الحالة البدئية عندنا نفس كمية المادة اللي وضعناها بالنسبة ل وبالتالي كيو ار اي كيساوي هو التركيز ديال النواتج على المتفاعلات دونك اللي هو التركيز هو كمية المادة على الحجم فوا كمية المادة على الحجم دونك هذا أس 2 على كمية المادة على الحجم في كمية المادة على الحجم هذا أس 2 هادشي كيساوي 1 وبالتالي فهاد الاقتراح فهو خطأ.
قيمة تقدم تفاعل في الحالة النهائية هي إكس أب. عندنا في الحالة النهائية هذا هي إن ناقص قبل من نعرفه واش خصنا نقارن نحسبو ك ثابت التوازن اللي هي التركيز يعني جداء التركيز ديالنا وتجاه المتفاعلات. عندنا هذا تفاعل حمض قاعدة يعني هي كا ديال الحمض دونك هي كا واحد على كا ديال القاعدة كا جوج دونك هادي هي 10 أس دونك بي كا جوج ناقص بي كا واحد دونك هي 10.3 ناقص 4.2 اللي هي 10.6.1 وبالتالي هذه فهي عندنا كيو ار اي اللي هي كتساوي 1 فهي اصغر بكثير من كاو وبالتالي في المجموعه فهي تتطور في المنحى المباشر دونك ما عندناش مشكل دابا. دونك هذه هي اكس فينال ان ناقص اكس فينال ان زائد اكس فينال وهنا هي ان زائد اكس فينال. لشتو ملخص اللي كنت درت على تفاعلات حمض قاعدة ولا التوازن حالة التوازن الكيميائي راه عطيتكم العلاقة ديال اكس اف في الحالة ديال اللي عندنا خليط بحال هذا الشكل هذا المهم غادي ما فيها باش نعاودو البرهان عليها. عندنا ك كيساوي ان ناقص زائد اكس اف اس 2 على ان ناقص اكس اف اس 2 دونك غادي تعطينا هي ان زائد اكس اف على ان ناقص اكس اف كيساوي جذر مربع ك. الى جبدنا اكس اف فغادي تلقاوها هي ان عامل لجذر مربع ك ناقص 1 على 1 زائد جذر مربع ك. دونك غنديرو الحساب اكس اف كيساوي دونك ان هي 0.1 جذر مربع ك يعني هي 10 اس النصف ديال 0.1 اللي هي 10.3.05 اللي هي هادي. بالتالي هنايا هي 1122 ناقص 1 دونك هي 1121 على 1122 زائد 1 هي 1123 دونك هاد الخارج هذا فهو تقريبا قريب من 1 دونك هادشي كيساوي تقريبا 0.1 مول وبالتالي عندها فهو صحيح. بالنسبة للاقتراح السي تتطور المجموعة الكيميائية في منحى تكون حمض البنزويك يعني المنحى المعاكس هذا فهو خطأ بينا بأن المجموعة فهي تتطور في المنحى المباشر أنه كي أصغر من ك. ثم اقتراح الأخير تبدا التوازن وديتايا كذلك حسبناها لقينا بأن ك كتساوي 10.6.1 وبالتالي هذا كذلك فهو خاطئ. دونك بهذا تنكون سالينا التجريبي. بالتوفيق للجميع. السلام عليكم.